أوروسكوب مع داليا. بونجور. بيقول فيكتور إيجو: لا يمكن لجيشنا الصمود بوجه فكرة حان وقت تنفيذها. كتير حلو هالكلام، لأنه منكون قادرين على معرفة مدى قوة الكلمة أو الفكرة بوجه جيش كامل. بيبقى علينا نلاقي الفكرة ونقرر تنفيذها لنقدر نهزم أكبر جيش. أما هلأ فمننتقل للأبراج، والبداية مع برج الحمل. بتفرض شروطك وتوجهاتك داخل مكان عملك، وبتكون السباق بكل الأمور اللي بتقوم فيها. تابع ثابر وما تستسلم، تتبع المثل القائل الصديق وقت الضيق، وبتهتم بشؤون صديق عم بمر بمرحلة صعبة. برج الثور. تتمتع بدعم كبير وبتكون الدرب أمامك سهل لتحقيق الإنجازات. بس أوفلك يوم رومانسي بتختفي خلاله التشنجات والمشاكل، وبتلاقي التوازن بعلاقتك العاطفية. برج الجوزاء. تنفتح أمامك أبواب الشهرة والنجاح، وبتكون قادر على اصطياد الفرص الذهبية. برافو عليك. تشهد سمع علاقتك العاطفية بعد الغيوم السوداء والانحباس، يعني تحرك بدقة وتفادى إثارة المشاكل. برج السرطان. تصغي لكل الأمور اللي حولك من دون إبداء وجهة نظرك، وبتترك الرد لجاذبيتك اللي بتأثر بالمحيط اللي أنت فيه. بتعبر للشريك عن حبك وبتفصح عن مشاعرك وأحاسيسك تجاهه، اللي بدوره بيقوم بمبادلتك بالمثل. برج الأسد. تطلق العنان لمواهبك الخلاقة، وبتلتقي بوجوه جديدة، وبتوطد علاقات بتفتح لك آفاق مختلفة. ببساطة يوم ناشط ما بيخيب لك أمالك. ما بتقاوم رغبات الشريك بالخروج عن المألوف واختبار بعض المغامرات الجديدة، وبتقوم بقضاء أوقات رومانسية لا تنتسى. برج العذراء. بيحمل لك أحد زملائك أخبار سارة، الأمر اللي بيوفر لك المزيد من الاستقرار على المدى الطويل. بتخوض تجربة جديدة بالعلاقة مع الشريك، الأمر اللي بيكون له انعكاسات إيجابية مهمة. برج الميزان. تشعر ببعض التوتر وبتحاول الحفاظ على معنوياتك، وما بتقبل بالاستسلام لليأس ولا للعقبات، وبتكون غيمة عابرة وبتقطع. يعني إذا كنت مزعوج ومعكر المزاج، فالحبيب ما إله أي ذنب لتعامله بأساوي، فهو بيحاول التخفيف عنك طول الوقت. برج العقرب. تتحسن معنوياتك وبتقرر اعتماد أسلوب جديد بعد ما تكون اكتشفت أنه الأسلوب المعتمد بالسابق ما نجح. ما تقاوم رغبات العائلة بالخروج من المنزل كل نهاية الأسبوع، والاستفادة من أجواء الصيف الجميلة لتمضية النهار بأحضان الطبيعة. برج القوس. تكبر طموحاتك وبتطلع على منصب جديد لتعزيز موقعك بالعمل، وبتكون الظروف كتير ملائمة. ما تخلي انشغالاتك العائلية تنعكس سلبا على علاقتك بالشريك، خصص له بعض الوقت إلا العناية فيه. برج الجدي. تبدأ نهارك بسعادة حيوية ونشاط، وبتحط براسك إنهاء بعض المهام وبتنجح. تلتقط الذبذبات الإيجابية من الكون، وبيتحدث الفلك عن لقاء مشوق، أفراح، مناسبات واحتفالات يا عزيزي. So enjoy it. برج الدلو. تبصر مشاريعك النور وبتترك انطباع جيد وين ما حللت. حضر حالك فبانتظارك عرض جميل. تشعر انك بعيد عن الشريك وبحاجة لقضاء اوقات بمفردك معه، يعني عطلة قصيرة ولو ليوم واحد ما بتشكي من شي. برج الحوت. تتحمل مسؤوليات جديدة او بتلعب دور مهم داخل مكان عملك، وبتشوف بوضوح الاساليب الواجب اتباعها. بيقوم الشريك ببعض الاعمال اللي بتزعجك، ولكن عدم تعبيرك عن مشاعرك بتخلي الامر يتكرر. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا سوا، على أمل نتلاقى قريبا. من هلأ لوقتها بترككن بألف خير. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.